ملتقى شغف، منصة شبابية لصناع الأمل، برعاية من نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبد الله بن بندر. احتضنت غرفة مكة المكرمة أصحاب الفكر التجاري من شباب وشابات مكة لعرض أعمالهم التي انبثقت من مواهبهم وطموحاتهم. ففكرة شغف انطلقت من كون إن الإنسان أو كل إنسان عنده شغف معين، هذا الشغف إذا استغله وعمله أنه هو يعني كهواية تتطور إلى تجارة أو تتطور إلى عمل، يمكن للإنسان أن يكون مبدعا في عمله ويتحول الشغف إلى تجارة وإبداع وعمل الحقيقة يحب الإنسان ويستفيد منه ماديا ومعنويا. الحقيقة شغف هذا العام يتكون من عديد من الفعاليات، والحقيقة أشكر القائمين على هذا العمل الكبير الصراحة من أبناء غرفة مكة المكرمة. هو فكرة أبناء غرفة مكة المكرمة ومن عمل أبناء غرفة مكة المكرمة وتنظيم أبناء غرفة مكة المكرمة، والحقيقة هذا فخر كبير لنا ولكم والجميع إن شاء الله، ونتمنى أن تتطور هذه الفكرة من عام إلى آخر. استثمار حقيقي للطاقات الشبابية تنوعت في فعاليات الملتقى، ومنها مسرح شغف الذي يضم نخبة من أصحاب التجارب في ريادة الأعمال، وورش العمل والاستشارات التي تهتم بالفكر التجاري، وساحة ومعرض شغف التي تضم نماذج من أصحاب المشاريع الناشئة. أنا صاحب فود تراكس، والحمد لله يعني أتحول الفرصة في ملتقى شغف أنه أكمل يعني طريق إن شاء الله، وكان إقبال حلو إن شاء الله يعني الحمد لله من الناس. أول شيء شغف الرسم، وسبب مشاركته في شغف إنه هو يتيح لنا الفرصة في مشاركة يعني أعمال كذا كبيرة وندعم المواهب الناشئة ويكون لنا بزنس إن شاء الله في المستقبل وأعمال حرة يعني. مشروعي عبارة عن مسمى بهورة، اللي هي مصغر للبهارات، بهورة للتوابل والبهارات والقهوة العربية طبعا. مجال جدا رائع في الإنتاج يعني أشياء بأيدي سعودية وبنظافة وبترتيب، الحمد لله يعني المعرض دانا مجال إنه إحنا نوضح للناس إنه إحنا قادرين وما في شيء اسمه مستحيل. بداية الطريق إلى النجاحات أفكار صغيرة حملها شغف أصحابها لتحقيق أمالهم متجاوزين كل التحديات والعقبات، فزوار الملتقى هم الداعم الأول لهؤلاء الشغوفين بأعمالهم. أصحاب الهمم في ملتقى شغف يرسمون أولى خطواتهم نحو الهدف ويضعون بصماتهم لتحقيق طموحاتهم. نادر العتيبي، الإخبارية، مكة المكرمة.